أكيد للإضاءة أكثر على الفعاليات بصيرنا نستقبل عبر الاتصال مدير السياحة في حمام مرهف الرحيم. صباح الخير أستاذ مرهف. صباح الخير، صباحكم جميل، تفوريه الجميلة الرائعة. يسعد صباحك. بالبداية أستاذ مرهف خلينا نحكي عن فعاليات المهرجان السياحي الأول بمصيف. أكيد نحن ضمن احتفالات وزارة السياحة بيوم السياحة العالمي. كان عندنا عدد من أيام احتفال. اليوم الأول كان يوم عمل طوعي وحملة نظافة في محيط قلعة المشاة الشريف. فتدبير المكان وتحسينه والعناية به يظهر جماله، وعندما يشعر السكان أهل المحيط بقيمة وأهمية المكان الذي يقطنون عندهم دافعين عمل لأن ما يملكون ويستطيعون إيصال الليل بشكل جميل وصحيح، يتحول الإنسان هذا إلى سفير صوت العالم. اليوم الثاني كان حفل فن تراث الشعب بعنوان تحية للعاصمة الوطنية. حضر الحفل تراث الشعب التقليدي لمنطقتين، منطقة العاصمة والأطراف، مرافقة فرقة تراثية شعبية التراث الحملي التقليدي والعراضة والأطفال الشعبية والبكية والشيخ وترشدي. لقد تحول الاحتفال إلى عرض شعبي جماهيري أشعل المنطقة من طرف الشروق. الشروق الغامض منذ زمن لم تتساهل أطياف هذه الاحتفالات الحملية والعصرية والبساطة التي تكون في وهم المشاعر والفرح. الجميع كان سعيد بدءا من الأطفال والشباب والجهات كبار السن. كان يكون في تأثير جميل جدا من جميع المناطق. الفرح على وجود الجميع. قبل الاحتفال أرسل بعض أفلام ترويجية لمنطقة وزارة السياحة لمنطقة السياح ومحافظة حلب بشكل عام. بدأ الفرح يعود سعادة. الشهيد كان عنده حضور في بعض الأغاني الجميلة والسياسية. الفرح المحافظية كذلك شاركت معنا. حتى رقص الحديث كان في فترة يقطعن الاحتفال بكل ما هو جميل وممتع. أكيد نحن حبينا نوصل فكرة أن السياحة هي دائما تطور الاقتصاد الوطني. فهي بديلة عن نفط جميع دول العالم التي تقدر مكونات سياحية كبيرة. الاحتفال كان بداية يعني نحن ننطلق وتعود مكياج كما كانت سابقا هي عبارة عن ذرة من ذرة السياحة السورية. أي منطقة سياحية كبيرة جدا تبدأ مكونات كبيرة بحاجة إلى تفعيلها مرة ثانية بعد الطبق أو الغبار اللي علق على خلال فترة الأزمة. نعم تمتلك عدد من المواقع الأثرية اللي مهمة مثل قلعة المكياج، قلعة الرباطي، قلعة الدارين، قلعة هون استاذ مرهف بدنا نسالك يعني قد ايه هي المهرجانات بتامن انه فعلا هي المناطق السياحيه تكون معروفه بشكل اكبر ويتم الترويج لها وترجع السياحه لهي المناطق اللي بعض الناس وبعض السياح يمكن ما بيعرفوها. اعتقد انه السياحه لن تغيب عن السياحه ولكن خلال فتره من 5 شهور نحن بنعيد ظريف بالعكس بهذه المناطق، مناطق تستحق ان تكون حديث محلي. أن تكون قبل الزوار والسياح والمطاف. يعني نحن حكينا مطاف سياحية من يعني في أي اتجاه كان. الإجابة تكون عن طريق وادي العيون هي مطاف سنة من جمال الله في الأرض. عن طريق مشتى الحلوب عين أخلاق البيضاء عين أخلاق صحي الحكوب حزدود في حفوة قرشي وزين في أهم المناطق السياحية السياحية السورية. نعود إن شاء الله يعود الضريح وطن موجود. لأنه تعود مكانة واحدة إن شاء الله. أكيد خرجنا من عقد المسلسل والهواتف اللي كان طرف السوري والجو نخرج إن شاء الله هذا فرصتين خرجنا بل النصر كان متنوية إن شاء الله تعود سوريا كما كانت إن شاء الله. أستاذ مرهف أستاذ مرهف يعني قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي عن أهم الأشياء القادمة أيضا يلي عم بتجهزوا لها كمديرية سياحة حما إضافة إلى هذا المهرجان. أكيد نحن كوزارة السياحة أصلا عمل أحد أوائل القطاعات التي تعمل الحمد لله عكس المقدور لدخول السياحة هي أول قطاع يخرج من خدمة وأحد قطاع يتعامل كان من أوائل القطاعات التي تعمل الحمد لله بدون جميع العاملين والمجتمع المحلي حتى. نحن حاليا نطبق معايير موجودة في المطاعم والمنشآت السياحية وهو برنامج جدا يحقق معدول أن يكون الخدمة موجودة مقابل السعر الجيد. نعم نعم هذا من البرامج المهمة اللي تسعى لها وزارة السياحة. الترويج السياحي لم يبد يوما. طورنا العمل بوزارة السياحة بموضوع الترويج صارت مواضيع وسائل الترويج على مستوى عالي وعالي جدا للإدارة في أي قناة عالمية. أكيد استثمارات أهمنا واهتمامنا في وزارة السياحة أقلنا عدد من أسواق الاستثمار عدد من المستثمرين
نعم استاذ مرهف. نعم يعني نحن سعيدين بهذا الاتصال واخذنا فكره يمكن عن مهرجان مصياف وعن جهود مديريه السياحه، فبنتمنى لكم كل التوفيق ولاهالينا بمصياف اكيد كل التحيه اليوم منا لكم، وان شاء الله يا رب دائما بتكون هي مقصد لكل السياح ودائما عامره باهلها الطيبين. شكرا لك. شكرا لك.